اهلا بيكم حبايبي جونيور 5، معاكم مستر ضماني. هنشتغل مع بعض قسم جديد من دروس السكند ترم. Let's start. Area of the rooms. معدول يا مستر، هو ايه بقى area of the rooms عشان افهم، وايه الفرق بينه وبين السكوير؟ فهمني. تعال نشوف مع بعض. The aims. By the end of the lesson, the students should be able to find the area of the rhombus in terms of its diagonals. يعني هدي لك رومبس، هدي لك الدياجونالز بتاعته، ولا كلا بينا نجيب الاريا. نشوف مع بعض. What is the difference between the square and the rhombus? الأول يا مستر فهمني، هو مش السكوير ده الفور سايدز قد بعض؟ تمام. ومش الرومبس كمان فور سايدز قد بعض؟ تمام. بص كده معايا، سايد ده سايد ده سايد ده سايد ده ايكوال، نفس الكلام بالنسبه للرومبس مش كده؟ ايه ده يا مستر؟ اه ده دياجونال. وايه ده؟ دياجونال. اه لو قلت السكوير ده اسمه A B C D تمام، والدياجونال وسوري والرومبس ده اسمه X, Y, Z, L. ركز معي. قلنا AB equal BC equal CD equal DA. طيب قلنا كمان XY equals YZ equal ZL equal LX. طب لحد دلوقتي مفيش اختلاف؟ عندك حق. طب تعالى بص كده. BD ده اسمه diagonal وAC ده اسمه diagonal. عندك D B equals A C. طب تعالى شوف كده، لو احنا رسمنا الدياجونال بتاع الرومبس، واخد بالك اكس زد ده طويل قوي، بص كده ال واي ده صغنن، يبقى اكس زد does not equal to واي ال، يبقى ده واحد من الديفرنسز اللي بتوين السكوير والرومبس. تمام. سكوير الدياجونالز دول ايكوال، لكن الرومبس دي ار نوت ايكوال. في حاجه ثانيه يا مستر؟ اه. ايه كمان؟ هنا الدياجونالز بيربنديكولار. تمام، يعني دي كده ايه رايت انجل؟ اه. هنا برضه بيربنديكولار، دي كده شبه بعض يا مستر؟ اه تمام شبه بعض. هنا الانجلز، انا عندي 1 رايت انجل 2 3 4، يبقى the square has 4 right angles. لكن هنا الانجل دي equals الانجل دي، يعني انجل x كلها equals z كلها في الرومبس، l equal angles equals angle y. تمام، لكن x و z و l و y مش right angles. تمام، بس اللي عايزك تاخد بالك منه قوي 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 ان الدياجونالز هنا AC و BD equal في السكوير، and XZ YL not equal in the rooms. تمام؟ Okay. Find the area of each of the following rhombuses. ادي رومبس وادي رومبس. بس كده؟ ايه ده؟ الدياجونال ده كام يا مستر؟ قال لي 10 سنتيمتر. والدياجونال التاني ده 8 سنتيمتر. تمام. طب والناحيه التانيه ايه؟ مديني دياجونال 12 والدياجونال التاني 6. طيب هو ايه الرول؟ تعال نكتب الرول كده في النص. Area of the rhombus هتبقى equals half times diagonal الأولاني times diagonal التاني، بس كده. طيب اعتبره الرول بتاعي بتاع الرومبس. Area of the rhombus equals half times the first diagonal times the second diagonal. تقول لي مستر طيب هو فين الفيرست فين السكند؟ هقول لك
ممكن تعتبر ده الفيرست واللي فوق ده السكند، الفيرتيكال هوريزونتال ده الفيرست والفيرتيكال ده السكند، او العكس تعتبر ده الفيرست وده السكند، مش تفرق معايا. يبقى بالنسبه لنا كده area of the right one of the right rooms equals a half times الدياجونال الاولاني ها ب 10 تايمز الدياجونال الثاني ب 8. تمام، تقول لي يا مستر ثانيه واحده. ايه يا حبيبي؟ هجيب الكالكوليتر واجي. يا حبيبي مش محتاجين، وركز وفكر معايا بدماغك. يلا بينا. ها هاف ال 10 كام؟ نص ال 10 كام؟ تقول لي 5. 5 تايمز 8 40. خلاص خلصنا بس كده زي الفل 100 100. وما تنساش ان هي ايه؟ سكويرد سنتيمتر. تمام؟ راح تقول لي مستر طب ممكن اجيب هاف ال 8؟ اه هاف ال 8 كام؟ 4. 4 تايمز 10 40 برضه هي هي. طب تعال نشوف الاذر رمز. عندي هنا الدياجونال ده كله من اول اخره 12، والدياجونال الثاني ده كله 6 برضه نفس الكلام. هقول له اريا ايكوالز ها هاف تايمز الدياجونال الاولاني، عايز تقول 12 اوكي، عايز تقول 6 اوكي، وبعدين 6. يلا بينا. هاف تايمز 12 تايمز 6 او هاف تايمز 6 تايمز 12 بوث ار رايت، الاثنين صح. اوكي طيب هاف 12 كام؟ يقول لي هاف تايمز 12 يعني 6، 6 تايمز 6 يلا 36 سنتيمتر سكوير. يبقى اخد بالي من الرول ده كويس، احفظه كويس. لما يديني الدياجونال بتاعه الرومبس هستخدم الرول ده. هو يا مستر في رول تاني للاريا اوف ذا رومبس غير الدياجونالز؟ اه المفروض انك اخدته قبل كده، هنقول لك عليه بس مش دلوقتي. Another example. ABCD is a rhombus if the length of AA equals 4 cm and the length of BE equals 3 cm find its area. ايه ده مش شايف حاجة؟ فين الرسم؟ أقول لك حالا. أيوه أهي جت. طب فين الرموز؟ أهي يا مستر أهي أهي ماشي. يلا بينا نقرا تاني ونعمل apply للكلام ده على الدرونج. ABCD is a rhombus as you see ها A, B, C, D is a rhombus. تمام؟ If the length of AE 4 AE ده 4 ده كده من أول لحد هنا 4 بس. تمام؟ طيب and the length of BE 3 دي 4 سنتيمتر ودي كمان اسمها BE BE 3 سنتيمتر. خد بالك أنا أولنا هنا آخرنا هنا، دي ال 4 وال 3 اولنا هنا واخرنا هنا. تمام؟ اه طب عايز ايه؟ عايز الاريا. طب مستر نكتب الرول. ماشي نكتب الرول. يلا بينا. الرول بيساوي ايه؟ اريا اريا اوف ذا رومبس ايكوالز ايه؟ اريا اوف ذا رومبس. انت حافظ الرول؟ تمام تمام. يعني هاف times d1 times d2 ما عندناش مشكلة ماشي. يبقى half times 4 times 3. اقول لك stop 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 استنى استنى فكر تاني فكر تاني. هو ده الدياجونال ولا نص الدياجونال؟ اه مستر دي ودي انا عارف ان هما ايكوال، فاذا كان half الدياجونال 4 يبقى الدياجونال كله بكام؟ 8. تمام يبقى half times واحد من الدياجونالز ب 8. طب والتاني كام؟ 3 ده هاف الدياجونال. يبقى الدياجونال كله اللي اسمه بي دي كام؟ 3 بلس 3 يعني 6 سنتيمتر. تمام؟ خد بالك من التركيه الصغننه دي، انك لو ما خدتش بالك عملت لي هاف تايمز 4 تايمز 3 في ناس كتير ما خدتش بالك انك بتعمل برودكت الدياجونالز مع بعض. طبعا هاف ال 8 يبقى 4 مش كده؟ 4 تايمز 6 ايكوالز 24 سنتيمتر سكوير. اوكي طيب let's see another example. find the area of the rhombus. ايه ده يا مستر؟ حاطط لي انا عشان افهم الحدوته دي هسميه مثلا A
B C D. برضو 6 سنتيمتر مش رسمه على البي دي كله، ده واخد بالي انا مستر اولنا هنا واخرنا هنا مش كده؟ يبقى الدياجونال الاولاني طوله كام؟ 6 بلس 6 او 6 تايمز 2 يعني 12 سنتيمتر. شطور. طب يلا الدياجونال الثاني كام؟ دي 2 ايكوالز ها 4 بلس 4 اور 4 ملتيبلايد باي 2 8 سنتيمتر. طب حافظ الرول؟ طبعا حفظناه. Area of the rhombus equals A. برافو شطار. ها of times D1 times D2. طبعا أول حاجة الرول يتكتب عشان ناخد درجة بتاعته ونعمل substitution تعويض. يبقى half times 12 times 8. Half is 12, 6, 6 by 8, 48. واحد راح كاتب كده 48 سنتيمتر. قال له فكر. ايه مستر خلصت؟ ناقصك حاجة؟ لا ما فيش حاجة. مستر اهو انا كتبت الرول، كتبت half times d1 times d2 وعملته تعويض والبرودكت مظبوطة. بس اليونت مش مظبوطة. الاريا. ما تنساش ان الاريا تبقى بالسكوير سنتيمتر. اوكي؟ برافو. نشوف اكزامبل تاني. واحد يقول لي مستر استنى استنى، هو الشكل ده مش شبه البريلوجرام؟ بس الحركه دي اللي هو عاملها لك قايل لك ان ده وده بيربنديكولر، دي مش في البريلوجرام خالص. الدياجونال بيربنديكولر في تو شيبس بس، في سكوير. مين يفكرني ايه كمان؟ والرامبس. تمام، دياجونالز ار بيربنديكولر ان سكوير اند رامبس. طيب مين قال يا مستر ان ده مش سكوير؟ ده 4 سنتيمتر وده 6 سنتيمتر. لو كان سكوير كان يبقى ده 4 وده زيه، او ده 6 وده زيه. طالما الدياجونالز ار ديفرنت يبقى مستحيل يبقى سكوير، لازم يبقى رمز. اوكي، شوف الاكزامبل اللي بعده. اكس واي زد ال از رمز. اكس زد ايكوالز 12. خد بالك بقى، ها فين اكس زد يا مستر؟ ها اكس زد، اكس زد ده كله ب 12. تمام التمام. ايه كمان؟ اكس زد ده كله ب 12 ماشي، يعني ده كان كله. اند واي ال ايكوالز 10 سنتيمتر. واي ال 10 سنتيمتر، فايند اتس اريا. حاضر، ثواني يا مستر، نجيب الاريا حالا. دي كده اند and okay. هقول له حاضر area of the rhombus هتبقى equal ايه؟ ها احنا عارفين بقى half times d1 times d2. بقينا شطار خلاص. half times d1 بكام؟ قال لي ب 12. d2 بكام؟ 10. طب مثلا انا هعكس بقى، احط ال 10 الاول وال 12 بعدين. they are the same مش كده؟ مش عندنا حاجة اسمها commutative، بنبدل ما عنديش مشكلة في المالتيبليكيشن. طيب half 10 يبقى 5، 5 times 12 60 سنتيمتر سكوير. أظن درس لذيذ وسهل مش كده؟ طيب نشوف another example. complete ده سهل قوي ده بقى. يلا بينا، بيقول لي the area of the square equal side times. حد فاكر يفكرني؟ ممكن حد يكتب لي تاب على ال يكتب لي تكست مسج كده ونشوفها، نشوف الإجابات. سايد تايمز، أيوه سايد، تمام تمام برافو. نشوف another one. question 2. area of the rhombus equals half times. عارفين ولا مش عارفين؟ d1 times d2. برافو تمام التمام.
الله ينور، ماشي. ايه كمان؟ if the length of the diagonal of the rhombus is 10، يبقى انا عندي واحد من الدياجونالز بتاع الرومبوس 10 سنتيمتر. The length of the other diagonal 6 سنتيمتر. طيب ايه المطلوب؟ انت عاوز ايه؟ قال لي انا عايز its area. الاريا انا عارف انها بتساوي، بكتب الرول طبعا عشان ما انساش، half times d1 times d2، يعني half times 10 times 6، half 10 in 5، 5 times 6 يعني 30. ما تنساش تحط اليونت المظبوطة بتاعتك squared centimeter. تمام، برافو شطار، الله ينور. Let's see another one. A rhombus of side length 6 centimeter and its height is 5 centimeter. ايه ده بقى مستر؟ مش فاهم حاجة. ايه بقى كده تركيز؟ A rhombus of side length 6 centimeter. مستر ده مش مديني دياجونال، ده مديني سايد. طب فين الدياجونال التاني؟ الله، ده مديني هايت. مستر مش عارف حلها. فكر كده، انت خدت تو رولز، الاولاني اعطيته لك، التاني حالا اهو. ادي الرمبس بتاعنا، وادي السايد، وادي الهايت. مستر انت كنت بتقول لنا نعمل ايه؟ ها دياجونال ده والدياجونال ده، بعمل هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2. طب هنا مفيش دايجونال، نعمل ايه؟ ولا حاجه، ببساطه كده هتعمل اللي هقول لك عليه حالا. انت عندك دلوقتي السايد ده ايكوال السايد ده ايكوال السايد ده ايكوال السايد ده، مظبوط؟ مظبوط يا مستر. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. القانون بتاعنا بيقول لي ايه؟ اريا، قانون تاني بقى، ها، اوف the rhombus equals side أو length، أي حاجة، length times height، ماشي؟ length times height، يعني مستر أي side من دول خلاص. ارجع اقرا المسألة بتركيز كده وحلها بسهولة. rhombus side length بتاعه 6 أهو، ده 6 سنتيمتر، ماشي. وبعدين إيه كمان؟ قال لي انت عندك الهايت 5، والهايت ده 5 سنتيمتر، اوكي. طب ايه المطلوب؟ ولا حاج، اريا بيساوي لينس تايمز هايت، يعني 6 والهايت لو بيربنديكولار على البيز على طول، يبقى لينس يعني 6 تايمز هايت يعني 5، يبقى 6 تايمز 5 ايكوال كام؟ ايكوال 30 سنتيمتر سكوير. ده الرول الثاني، تاخد بالك منه. Area of the rhombus equals A، ها؟ Side times height أو length times height. تمام ولا عندنا مشكلة؟ أظن كده الدنيا سهلة، صح؟ طيب نشوف example تاني. If the area of a rhombus is 54 square centimeter and its height is 10 centimeter, find its side length. Find its side length. مستر المسألة دي بقى عليها صعبة، هنحلها ازاي؟ ولا صعبة ولا حاجة. Area مديهاني، ماشي، والهايت مديهون، ماشي، عاوز السايد. طب نكتب الرول يا مستر، نكتب الرول. area of rooms، المستر لسه قايلنا حالا، قال لي length times height. اظن كده الدنيا لذيذه وحلوه ما فيهاش حاجه، صح؟ طيب هو مديني ايه وعاوز ايه؟
هو مديني area، هو مديني height، طالب مني length. يبقى أنا عندي بقى قانون جديد يا مستر. عندي رول جديد، length equals area divided height. مستر جبت القانون منين؟ أنا ما جبتش قانون ولا حاجة، هو نفس القانون بتاعنا. هو بص كده، area of rhombus length times height. طب أنا عاوز اللينث، يبقى area divided height بس كده. الحاجة اللي أنا عايز أخبيها، هخبي كلمة length كده كأنك مش شايفها، وتقول لي length equal area divided height. طب الاريا كام؟ area 54 ماشي. divide height كام؟ height ب 10. يلا بينا نعمل division. تقول لي نسيتها يا مستر، احنا لسه هعمل long division بقى واقسم divide 10. ولا long division ولا حاجة، 54 divided 10، حط البوينتس بعد رقم واحد وانت جاي من على اليمين، تبقى الانسر 5.4 سنتيمتر. تقول لي حط سكوير لوك، ستوب سكوير ايه؟ لا انت جايب length، يبقى كده سنتيمتر صح من غير سكوير، عشان it is not area. اوكي تمام. The area of a rhombus is 20 سنتيمتر سكوير. الله ده شبه اللي فات يا مستر، area مدهاني ب 20. اوكي the length of one of its diagonals is 5 سنتيمتر. بس التاني كان مديني length of the rhombus، هنا مديني diagonal، واحد من الدياجونالز 5 سنتيمتر. find the length of the other diagonal. ايه الدياجونال التاني بكام؟ هو مبدئيا كده القانون بتاعنا ايه؟ area of rhombus equal، ما تقوليش length times height، هو مش غلط بس مش هنستخدمه دلوقتي. انا عايز القانون بتاعنا اللي هستخدمه في الدياجونالز. هقول له area equals a area of rhombus half times d1 times d2. تمام تمام يا مستر. طب وبعدين مديني الاريا ماشي، مديني الدياجونال الاولاني ماشي، عاوز الدياجونال التاني حاضر سهل قوي. من هنا اقول له d2 equals اللي هو الدياجونال التاني area divided half times d1 بس كده. بس كده صعبة؟ لا مش صعبة الحاجة. يبقى اقدر اقول ان d2 equal اللي هو الدياجونال التاني area بكام؟ 20 divide half times d1 يبقى half times 5. اوكي طيب مستر يقول نعمل half times 5، اقول لك لا استني، ال 1 over 2 دي ممكن تقلبها ازاي؟ خلي 20 زي ما هي وبعدين تعمل تايمز، بدل ما 1 over 2 اعملها 2 over 1، او ممكن نعمل حاجة ألذ، هعمل دي كده. هنا 5 times 1 ب 5، 2 times 1 2، تبقى 5 over 2 تتقلب تبقى 2 over 5. سهلة جدا. يلا بينا divided 5 equals 1 divided 5 equals 4، 4 times 2 8 سنتيمتر. مستر انا مش فاهم ليه، ممكن تحل لنا بطريقه ثانيه؟ سهله بص معايا، انا عندي 20 divided half times 5 equals 20 divided، اعمل 1 times 5 5، واعمل هنا كانها over 1 1 times 2 2، يعني 20 times 2 over 5. تمام طبعا هنا fraction وهنا ما فيش fraction، اي انتجر ممكن اعمله divided over 1 يعني. divided by 5 equals 1 divided by 5 equals 4، 4 times 2 equals 8 سنتيمتر. تبدو ان هي صعبة بس هي سهلة مفيش حاجة. اوكي نشوف اخر example معانا النهاردة. which is greater in area. السؤال ده بيخضني مثلا، كل ما اشوفه بتخض كده واقول ايه المساله تبقى صعبه، ولا صعبه ولا حاجه بس انت ركز معايا والدنيا تبقى سهله ان شاء الله. which is greater يعني معنى كده هيقارب من حاجتين مش كده؟ in area a triangle the side length بتاعه 10 والهايت بتاعه 6. triangle
البيز بتاعته 10 والهايت بتاعه 6. طيب عندك ايه كمان؟ قال لي ولا الرومبس السايد بتاعه 7 والهايت بتاعه 4. رومبس السايد لينث بتاعه 7 والهايت بتاعه اللي هو بيربنديكولار ده 4 سنتيمتر. طيب تعال نجيب اريا اوف ترينجل. قول لي يا مستر هو علينا السنه دي اريا اوف ترينجل؟ لا مش علينا. طب نجيبها ازاي؟ افتكر كده دي حاجات قديمه سهله اخدينها من قبل كده، دي حاجات كوميوليتيف يعني مترك او تراكميه يعني مفيهاش مشكله. اريا اوف ترينجل اوف تايمز بيز تايمز هايت، مش كده؟ يعني هاف تايمز البيز ب 10 تمام والهايت ب 6. قلنا قبل كده هاف ال 10 كام؟ نص ال 10 5 تايمز 6 يعني 30 سنتيمتر سكوير. طيب تعال نشوف الرومبس. الاريا بتاعت الرومبس ايه؟ واحد يقول لي مستر هاف تايمز دايجونال 1 تايمز دايجونال 2. قول له برافو عليك يا جدع، فكر ركز شويه. انا مش مديني هنا دايجونالز خالص. امال مديني ايه؟ مديني سايد وهايت. يبقى هقول له اريا اوف رومبس equals length times height يعني length بتاعنا 7 والhight بتاعنا 4. 7 times 4 يعني 28 سنتيمتر سكوير. كده خلصنا؟ نو. ليه يا مستر؟ ما هو خلاص انا عايز area of triangle جبتها له اهو الرقم ده و area of rhombus جبته له اهو. كان في سؤال في الاول ما خدتش بالك منه، which is greater؟ يبقى هقول له كده ان 30 greater than 28، او ممكن اقول له area of triangle is greater than area of rhombus. يبقى لازم نفرق المساله الواحده. حضرتك طالب منك area بتاعت ايه؟ rhombus. طب مدي لك ايه؟ مدي لك side و height ولا مدي لك diagonals؟ عشان اختار القانون المناسب. اوكي كنت مبسوط ان اكون معاكم مستر رومان الشفيق فروم الكسندريا مع تمنياتنا لكم التوفيق مع اطيب تمنيات الاداره العامه للتعليم الالكتروني. اشوفكم على خير المره الجايه. جود باي.